بدل ما نكون نبلش انا جاسم وياكم من الاستديو بلشنا وياكم من جول صح هذا الملعب. طبعا اليوم خلينا نتكلم ان اليوم منتخب الكويت ان شاء الله راح يباري الامارات في تصفيات كاس العالم ان شاء الله. هلا بهالتسجيل الساعه 6:30 يا جماعه 6:30 عدل شدوا حيل. واللي هناك طبعا في ملاعب الامارات يعني هم يقدر يروح هناك ويشجعونا صح حلو. طبعا راح نكون وياكم اليوم وبعد الساعه 4 وباكر ان شاء الله بعد اخر يوم من الثنتين للاربع فنتكلم عن الرعاه عندنا إدارة مجمع ديسكفري تقدم لنا شاليه في جزيرة فيلتشة لمدة 3 أيام، غير أن عندنا بنك بورغان يقدم 50 دينار كاش، وعندنا كويت فلايت سيموليتر يقدم كوبون بقيمة 100 دينار، وشركة جولف نت يقدم اشتراك إنترنت لمدة 3 أشهر، الهاتف الأوروبي يقدم جهاز بلاك بيري أجهزة حلو مو جهاز إنزين. أون تايم بلس للساعات هم يقدم كوبونات، مطعم ذا لاونج يقدم دعوة لشخصين، نايك للألبسة الرياضية يقدم كوبونات، وتاف كيتس يقدم كوبونات، وهم كروكس للأحذية يقدم كوبونات. بالإضافة إيش رأيك بالجنطة مالت جول؟ إيه لا حلوة بناخذها خلاص. بالإضافة إلى بلاي للألعاب كوبونات وكوبونات من نظارات إليت فيجن حياك تفضل هذه بنشرت مطعم تشيليز 2 صارت كوزمو محلات ديموزيل مريان جول ملعب جول احنا فيه اللي طبعا خذوا دورة الروضان بالإضافة إلى إي جيمز ستور شركة وليد الألعاب مكتبة ذات سلاسل كويت كابل فيجن بالإضافة إلى محل سويت أند كاب إيكليبس جيمز. يا جماعة نبلش إياكم بحماس اليوم جاسم إيه لازم قول. نبلش بحماس يلا نبلش إياكم عندنا إيه. اثنين يا أبو شوتوتون عندنا هالمرة ابنية خلك هني خلف انت هني وأنا اسمك. هني اسمك نيبال محمد نيبال ومحمد هنشوف لحظه من شوف من اللي يعني راح يفوز مو كذي السالفه اقول مدريدي وبرشلونيه الله بس انا عايز لا تعال عكس لا لحظه انا مدريدي اي يا حبيبي الحين بلش ياكم يا جماعه ان شاء الله احد الفريقين يفوز في الجائزه مستعده اي مستعده منو يشوت اول انت ولا هو كيف يلا روح دائما برشلونه يعني ما عندنا مشكله روح مدريد تفضل محمد يلا خلينا نشوف المدريدي محمد تكفى اول شوته روح يا محمد روح اسماوي اذا اسماوي اوكي الله عليك ما علي يا محمد ما علي هذه هديه مقدمه من جول شكرا يا محمد نيبال سمي بسم الله يلا خلينا نشوف قطيها قط اعطيني اياها الله اوه هذا يا نيبال مشكوره سامحيني ما قصرتي اذا يا جماعه انا وجاسم راح ننتقل وياكم الى تكفى لو مصورها بس انا جاسم ننتقل وياكم حق اغنيه وبعدين نرجع وياكم حق اول ضيف في عيدية الوطن تحت بالاستديو يلا روح بينا يلعبون وبنية لا يرقصون بينا يلعبون وبنية لا يرقصون اللي ما جو قلوبون نعطيهم ما
نرجع وياكم طبعا. تنفس عادي يعني ركض لو شاك حين من فوق. اي والله قلت لك لك شنو صاير اطول مني انت لحظه. انا انزل حبيبك. لا 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 طبعا سمعنا الاغنيه يا جماعه، الاغنيه المعروفه الشهيره طبعا للفنان منو؟ الفنان غريد الشاطئ. طبعا هذا مو اسمه الحقيقي، هذا لقب، اما اسمه الحقيقي هو عيسى عبد الله خورشيد. بالضبط. طبعا غريد الشاطئ الفنان الراحل رحمه الله عليه، غريد الشاطئ فنان معروف في لمساته الجميله الشعبيه بالاغاني طبعا، ويشرفني ان انا اكون صديق ولده طبعا احمد خورشيد. نعايد عليه ونعايد عليه. غير هذا يا جماعه الفنان غريد الشاطئ مواليد 1941، بدايته الفنيه كانت في عام 1958 عندما شارك في طبعا غناء في المسرحيه التقليديه او مسرحيه التقاليد لفرقه المسرح الشعبي. حلو. بعدها طبعا بدا الغناء في سنه 1960، وطبعا من اشهر اغانيه هو بتروح لك مشوار الله، هذه يا ليت عندهم الاغنيه، وعندك هم اويا الازرق مدام اليوم بيلعب الازرق. أيوة والله. هم من اويا الازرق ان شاء الله عندهم مخرجتنا ريم العثمان تحط لنا اويا الازرق اذا كان عندها بعد شوي. بعد شوي صح. على هالموضوع والمزاج والاغاني. حلو. خل نرحب بضيفتنا، نسيناها. لا 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 بندخلها بالموضوع. نرحب بضيفتنا طبعا في عيدية الوطن نجمة ستار أكاديمية الفنانة نورة العميد. نرحب فيك. يا هلا فيكم وكل عام وانتم بخير. ومبارك عليكم الشهر اللي طاف واللي بي واللي بعده يعني. وعيدك مبارك. ايامك سعيدة. تسلم. انا ادري طبعا ان انت عندك بعد شوي مسرحية اتوقع. اي نعم. ولازم تطلعين مبكر. وانت اخرتينا شويه نوعا ما بعد شو نسوي بنات لازم مكياج ولويا. انزين كلمينا عن مسرحيتك الحين اللي قاعد تقدمينها شنو هي؟ ان شاء الله عودة شي زبونه عندي بالعيد هذا. معنا كميه فنان من الفنانين وايد كبيره، معنا استاذ احلام حسن طبعا مخرج وممثل، استاذ محمد الحملي. حلو. احمد يراج، حسين المهدي، محمد رمضان، بثينة الرئيسي، هبه الدري، فهد البناي. ما شاء الله. انا اللي سمعت انه 25 فنان تقريبا. 23 فنان. 23. أي. وتقريبا 25 استعراضي من فرقه ستيج جروب. حلو ما شاء يعني الله. يعني اذا بتكلم من الحين ستيج جروب معروفين انه ما يقعدون ثابت يعني ما شاء الله. اي يعني الحمد لله يعني لويا احنا عندنا وايد لويا. زين برمضان طبعا كل واحد من الناس سواء يعني العموم او الناس اللي يشتغلون في المجال الفني عندهم بعض الطقوس مع الاكل، يعني يحاول انه هو ما ياكل هالشغلات ولا يبعد عن هالشغلات. شلون شنو كنت تسوين برمضان؟ شوف انا وضع برمضان ما اكل وايد، لان اول ما ياذن من طبعي ما اكل. بس تمر ولبن وبعدين اقعد على ما ايوع يعني اكون يعانة. بس يمكن ايه من نوع اللي تاكل وبس ما تمتل، عرفت النوع هذا اللي يريد كذي. لا صدقني ما اكل، كل وجبه واحده باليوم يعني حدي هذا مو مرجيم هذا. طيب لا هذا طبيعي لاني ما ايوع يعني. زين نورا شفناك احنا في مسلسل الفلته. اي نعم. كلمينا عن هالمسلسل هذا الصراحه يعني طلع فنتك على قولتك. الحمد لله مسلسل الفلته مع استاذ طارق العلي والمخرج نعمان حسين مع منى شداد بعد، ومعنا من الشباب مبارك المانع وسلطان اللي هو خليفة. الحمد لله أن المسلسل قاعد نسمع عنه كلام وايد حلو، طلعنا بمستوى حلو بشكل جديد، أهم شيء أنه قدمنا بالمستوى المطلوب يعني الحمد صح. لله. لا لا ما قصر. شلون صارت؟ شلون دشيتي عمل الفلتة؟ الفلتة كنت أنا أشتغل مع محمد الحملي بمهرجان الخرافي المسرحي، فشافني احنا كنا قاعد نشتغل بمسرح طارق العلي بروباتنا هناك. حلو. فشافني المخرج قال لي تمثلين؟ قلت له مو مشكله يعني اذا الدور حلو وراكب علي امثل يعني. فقال لي مو مشكله. قعدنا بروفات شهرين، كان المخرج وايد متخوف مني لاني انا خجوله استحي وما اسوي لويا بس من ورا الكاميرا، عرفت؟ فكان متخوف مني. اخر شيء يعني قال لي الحمد لله انت يعني اهم شيء ان ريحتيني. احس انه كان عفوي يعني اللي يطلع بالتصوير. اي لان احنا قعدنا شهرين ونص نسوي او شهر ونص تقريبا نسوي بروبات طاوله، فحافظين الحلقه يمكن بس نقرا الجمله مره واحده ونقولها. ايه اوكي طبعا. بس يعني
أنا صراحة أحس عمل الفلتة رد شغلات قديمة كانت موجودة مثل درب الزلق. درب الزلق صح؟ اي لان كان كل يعني احنا كنا مثل المخرج واستاذ طارق العلي وعيسى العلوي حلو. كانوا يبون يردون هالايام أيه يردون انه تراث بس كوميدي بالضبط. الحمد لله يعني سوينا شيء حلو، خلينا الناس حتى لو احنا ما قدمنا نفس مستوى درب الزلق، في فنانين كبار منهم، في منهم اللي توفى انا للحين ما عارف اسمه، من فنان عود يعني منو علي المفيدي؟ لا اللي رحمه الله عليهم، رحمه الله عليهم اللي كان على دور المراه تقريبا. عبد العزيز النمش بالضبط، فنان كبير عبد العزيز النمش الله عليه. فيعني احنا كنا بنقدم نفس المستوى يعني فنانين كبار، بس يعني احنا الحمد لله شباب وقدمنا مستوى حلو يعني. يعطيكم الف عافيه. طبعا راح نكمل وياكم يا جماعه انا وجاسم ونوره بعد طبعا الفاصل عيادينا وسوالفنا اللي بنقدمها واسئلتنا. اذا فاصل ونرجع وياكم مع عيدية الوطن.